هيدا التليفون فولدبل، معناته اذا بدي استعمله كتليفون كبير فيني كبره، بس لما ما عم بستعمله كتليفون مفتوح بنخليه صغير بيشتغل مزبوط، بيعطيني 6.5 انش 120 هرتز عليها للشاشه مزبوط. من ورا عنا الكاميرات موجوده وعنا كاميرا موجوده قدام، بس اذا انا بدي شاشه اكبر شوي بكبس الزر بنفتحها بصير عندي الشاشه تقريبا 7.8 انش، بتعطينا شاشه كبيره فولدبل فينا نستعملها واللي مثل ما بدنا اياها. بس المعجب فيه كتير كتير كتير، مش بس انه كمان نحيف كتير مثل ما شفنا، اذا ما بدي استعمله كفولدبل فيني سكره وحطه جوا بسبب هالغطاء اللي اعطوني اياه بقلب العلبه، ببين شكله مثل التليفون العادي، معناته ما حيكون عندنا اي اشكال نستعمل هالتليفون ولا التليفون العادي من شركه هواوي. الشغله الثانيه كمان الحجم تبعه والاستعمال تبع الشاشه الموجوده قدام اكبر بكتير اللي عم نشوفه من التليفونات الثانيه من سامسونج مثل الزي فولد 4 وحتى الزي فليب 4، الشاشه الادمانيه ما بنقدر نستعملها لاي شيء صراحه. احسن شيء موجود هلا بالسوق اللي معروفين كل الناس بتعرفه هن الفولدبلز من سامسونج، بس التليفون هذا من هواوي عنده كتير مميزات حلوه لازم نطلع عليها. شكرا جزيلا على كل الناس اللي عملوا اشتراك. يلا خلينا نبلش نتحدث عن التليفون الجديد من شركه هواوي، الهواوي ميت اكس اس 2. عملوا لايك وسجلوا على القناة حتى دايما تعرفوا لما ننزلكم فيديوهات جديدة. هذا هو التليفون، التليفون اللي نطلع عليه اليوم هذا الجلوبال اديشن تبعه لهالتليفون. بقلب الشارجر، بقلب العلبة بيجينا الشارجر هون 66 واط بنشوفه هون موجود، بنقدر نستعمله لنشارج ال 4600 ملي امبير البطارية اللي موجودة جوا، عندنا الشريط تبع اليو اس بي سي واليو اس بي اي موجود بقلب العلبة، كل هالشغلات بتجي جوا، وبيعطونا كمان هالغطا الحلو اللي بيجي معه، غطا معمول خصوصيا لهالتليفون. هلا إذا ما عم نستعمل الغطا حنتحدث عنه بعد شوي. عنا شاشة قدام وشاشة ورا، الشاشة اثنيناتهم محطوط عليهم 120 هرتز، بس لما بنستعمله للتليفون العادي بنكبس الزر هون مثل ما بنشوف، بنرجع نكبسه مرة ثانية، الشاشة الورانية بتضلها مطفية، معناته ما عندنا استعمالها إلا إذا عم نستعملها مثلا بالكاميرا، بس إذا بدي أفتحها بكبس الزر هون بتفتح هيدي بتعمل الفتحة صغيرة، نقدر نحطها والشاشة بتكبر بتصير 7.8 بدل ما تكون 6.5، كتير منيح وكتير حلوة، الحلاوة فيه لهالغطا اللي بيعطونا إياه. بنقدر نحط التليفون فيه من هون لفوق لتحت، بنقدر نغطي، وإذا بنسكر التليفون لتحت ونغطيه لجوا بيغطي التليفون من ورا مثل كأنه تليفون عادي، شكله من ورا مثل التليفون العادي، شكله من قدام مثل التليفون العادي، بس عندنا هالسر الموجود فيه إذا بدنا نستعمله كشاشة كبيرة بنكبس الزر بنفتح لبرا بتمشي مزبوط وشكلها كتير كتير حلوة. هلا خلينا نتحدث بسرعة عن المقارنة بين الحجم تبعه لهالتليفون والتليفونات التانية من شركة سامسونج، الزي فولد 4 والزي الموجود عندنا زي فليب. التليفون هون الشاشة الكبيرة موجودة قدام، حجمها تقريبا بحجم الشاشة الموجودة جواته للتليفون الزي فليب، هذا كتير مهم، بس الشغلة اللي لازم نعرفها إنه بالتليفون الزي فليب لازم نفتح التليفون لنستعمله. الشاشة البرانية ما بنقدر نستعملها كتير وما عندها كتير مميزات ماشي فيها كتير، هذا كتير مهم نعرفه. لما نبلش نتحدث عن التليفون تبع زي فولد من شركه سامسونج، هدول التليفونين اثنيناتهم لما يكونوا مسكرين مثل ما بنشوفوا نحيفين اطول منه شوي واعرضوا كمان، لانه هالتليفون عنده شاشه اكبر، مطلعهم جنبهم مع بعض مثل ما عم نشوف في فرق منيح. اللي بيعجبني اكثر شيء كمان انه الشاشه الموجوده هون اكبر بكثير، هيدا الشاشه 6.5 انش وهيدي حجمها مثل حجم التليفون العادي اللي بنستعمله لما معنا الفولدبل وما هالشغلات. الشغل الفرق هون رغم انه هيدا رابع نظام منه لشركه سامسونج، التليفون بعده نحيف كتير برا والشاشه تاعته برانيه 60 هرتز مش 120 مثل الشاشه الموجوده جوا، هون على الميت 120 على الشاشه البرانيه، ومش بس هيك على الشاشه التحتانيه لما نرجع نفتحه للتليفون بيضلوا 120 هرتز، هذا شيء مهم كتير لما نستعمله هالتليفون. لما بنفتح كمان التليفون دغري من شركه سامسونج عندنا الشاشه الجوانيه، هيدي الشاشه 120 هرتز، بس مثل ما شفنا هون بنطلع فيهم اثنيناتهم في فرق برضه كبير، الشاشة على اليمين تاعت الميت اكسس 2 بتضلها أحسن وأكبر منه لهالشاشة، وهيدي كمان بتضلها حلاوتها إنه لما نطلع عليها نحيفته لهالتليفون، لأنه نتحدث نحن عن التليفونات الفولدبل صاروا كتير نحيفين ومستعملهم لمدة طويلة، ومثل ما بتشوفوا هون بين التليفونين، التليفون الميت اكسس بضله أنحف نحيف شوي زيادة عنه للتليفون بسبب إنه عندنا هالبمب الموجودة آخر هون حاطين فيها الإلكترونيات تاعيتهم والكاميرات. الفولدبل تبع سامسونج محطوط كل شيء بقلبه والبطاريات، عندنا ستيريو سبيكرز على اثنيناتهم، الحلاوه انه اثنيناتهم كمان شاشتين منيح، لما بدي اخلص منه هالتليفون فيني سكره بركبه هيك بصير تليفون عادي، بسكره هذا بصير تليفون عادي. سو كل هالشغلات حبيت اعمل المقارنه هلا حتى نعرف على القليله شو النظام اللي عم نختلف فيه بين الفولد وبين الميت اكسس 2. سو مثل ما فرجيكم النظام كتير حلو، الشاشه من ورا بتضلها مطفيه الا لما بندور الكاميرا ونستعملها من ورا، لما بنعملها هيك ساعتها بتمشي دغري الكاميرا الورانيه والكاميرا الادمانيه، بنقدر نستعمل الكاميرا الاساسيه اللي موجوده هون ال 50 ميجا بكسل، الكاميرا الثانيه بتكون 8 ميجا بكسل و13 ميجا بكسل. عندنا كاميرا اساسيه موجوده هون الفرونت السيلفي هيدي الجديده اللي نزلوها بالاكسس 2 صرنا نستعملها، هيدي 10.7 ميجا بكسل بتقدر تخلينا نعمل وكل الشغلات المنيحة. مثل ما شفنا هون الموديل تبعه اسمه الميت اكس اس 2 البي اي ال اكس 9،
البيل تاعتها 12.0.1.1 هو هذا الاي ام واي 12. والحاسوب اللي عندنا هي موجود هون الكوالكوم 888 الفور جي ال تي اي موجود هون لانه ما عندنا 5 جي مثل ما بنعرف. عندنا 8 جيجا بايت للرام وعندنا 512 جيجا بايت للذاكره والتليفون بيمشي كتير منيح ما عندنا اي اشكال. الالوان حلوه كتير، الشاشه كتير منيحه 7.8 120 هرتز. نزلت كل التطبيقات اللي بدي اياها، عم نستعمل الاب جاليري موجوده هون، فينا ننزل التطبيقات اللي بدنا اياها موجوده هون. اذا ما موجوده بقلب الاب جاليري بتقدر تستعمل شغلتين، يا اما بتستعمل الاي بي كي بيور، يا اما بتستعمل البيدل سيرش تبعهم هون اللي موجود عندنا اياه، يا اما بتستعمل الكويك ابس مثل ما موجوده عندنا هون مثل ما بنشوف اللي بتفتح هيدي الشاشه التطبيق تبع الجوجل موجود بقلب الويب سايت تبعهم مثل البراوزر تبعهم هون. قدرت نزلت الجوجل مابس، فيكم كمان تنزلوا كروم، هدول ما عندنا اشكال ما بنحتاجين الجوجل بلاي سيرفيسز تبعيتهم، تويتر، الانستغرام، النتفليكس، التيك توك كمان مثل ما نزلتها، الجيميل واليوتيوب منزلهم انا بس على الكويك ابس بيفتحوا بالبراوزر، عندنا البوب جي موبايل كمان نزلتها وعندنا التايدل للموسيقى تبعيتي، فيكم تنزلوا عده تطبيقات ثانيه. كاميرات مثل ما فرجيتكم عندنا النظام كله موجود حلو هون، فينا نغير بين النظامين الموجودين ورا وقدام، فينا نعمل فوق الفيديو، البورتريت، النايت، الابرتشر، كل هالشغلات موجوده حلوه. اذا سكرنا التليفون بيمشي التليفون مثل التليفون العادي، كل النظام تبعه ببين مثل كانه تليفون مثل ما بنستعمله، ولما بنحط عليه الغطاء من هون كل هالشغلات بتمشي مزبوطة لانه شكله صار مثل التليفون العادي. سو بتفتحوه، تفتح الكاميرا موجودة لهون، وهون بنقدر نقلبها، بنعمل الفيديو، بنعمل كل الشغلات اللي بدنا اياها. الشغل الوحيد اللي ما فينا نعملها اذا بنكبس هالزر لنفتح الشاشة الورانية بقى فينا نشوفها مع هالغطا، لازم نقيم الغطا عندنا من ورا لنقدر نستعملها، وهيدي ما بتمشي لوحدها. مثل ما بتشوفوا الشاشة كلها بتنستعملها، بنقدر نظبط كل شيء. والحلاوة فيها كمان انه النظام التجديد فيها هون حلو كتير، لما نفوت تحت الجرافيكس فينا نعمل نحن هون على الالترا اتش دي، يا اما بنستعمل ال اتش دي ار بنعمل عليها للاكستريم بتعطينا احسن الفريم ريتس تاعتنا، يا اما بنطلع على الالترا اتش دي على الكولورفول مع الالترا بتعطينا احسن صوره واحسن الجرافيكس تاعته للتليفون وبتمشي مزبوط. شغله ثانيه كمان، مش انه بس فينا نلعب اللعبه بالشاشه الكامله تاعتها، مثلا اذا بدكم تلعبوها بنص اللعبه بتقلبوا من الشاشه الكبيره للشاشه الصغيره، خلينا هون نسكرها، شوفوا انه الصوره ما مزبوطه على الاخر، اذا بنعمل بس الريسنت بنفتحها هيك بس بالنص، بنسكرها بس ثانيه وحده بنرجع نفتحها بسرعه، بترجع تعمل الفورماتنج مزبوط، اذا بدنا نرجع من صغير للكبير بنعمل نفس الشيء، بنفتحه بتصير شاشه كبيره، بنعمل الريسنت، نحطه بالريسنت هذا، بنرجع نفتحها مره ثانيه. الشاشة بتعمل الكاليبريشن والتخطيط كله، كل الصور تمشي مزبوط وكل شيء بيمشي حلو عليه. خليني هلا افرجيكم المسطرة كثير سرعة على اللعب عليه للتليفون على الببجي موبايل. هلا أهم شيء لما بنشوف نحن الألعاب عليه لهالتليفون مش بس الإمكانيات، بنقدر نستعملها كشاشة كبيرة. الحلاوة فيها لما بنستعمل الشاشة الكبيرة بنقدر نشوف مسافة أكثر، بنقدر نشوف بعيد أكثر لما عم نلعب اللعبة عليه للتليفون بتمشي مزبوط. اللي بيعجبني فيها أكثر شيء إنه بنص اللعبة فينا نقلب من النظام تبع الكبير من 7.8 لل 6.5 ونضلنا ماشيين، بنحط التليفون بالغطا بيمشي كل شيء حلو. موقع الكاميرا الاساسيه الموجوده قدام حلوه، مقطعها حلوه لان موجوده للشمال لفوق، ما بتاخذ كثير محل وكثير صغيره، الكاميرا منها هالقد كبيره، بس مثل ما عم تشوفوا اللعب عليه كثير منيح. الحاسوب اللي عندنا هون 888 قوي كثير، اقوى بكثير من اللي نحن محتاجينه، بس الريفرش ريت تبعها للشاشه على 120، الشاشه تاعتها بتطلع كمان فوق ال 1080 بي، بتطلع حلوه تقريبا على الكيو اتش دي، كثير حلوه والصوره كثير منيحه، ما حيكون عندنا اي اشكال نقدر نتهنى فيها ونستمتع اي نوع العاب بدنا نلعب عليها، مفتوح ولا حتى مسكر. ومثل ما عم تشوفوا كثير كثير منيح، وانا مبسوط كثير بالانتاج والصوره والصوت اللي بيجي منه لهالتليفون. هلا بعد ما شفنا اللعبه خلينا نتحدى شوي على الصوت، هلا حنلعب موسيقى هون الالكس كريندو جامبو من ان سي اس ريليز مثل ما عاده بنعمل على كل التليفونات تاعتنا. هعلي الصوت انا هون على 100%، عندنا ستيريو سبيكرز موجودين واحد فوق واحد تحت، وفي عندنا كمان الصوت بيطلع عبره للتليفون، معناته المفروض يعطونا صوت كثير حلو. خلينا نحطه هيك على اللاندسكيب ونعمله على الفول سكرين، يلا. مثل ما عم تسمعوا صوته كتير كتير منيح، ما في اي اشكال اطلاقا. اللي معجب فيه انا كتير انه الصوت الحلو تبعه، الشاشه حلوه كتير، فينا نستعمله كتليفون مفتوح ونسكره، ومش بس هيك في عنا مثل ما قلت لكم ما في عنا خط بالنص اطلاقا، مثل عم تشوفوا هون فيكم تشوفوها، ما بقول ما بنقدر نلاحظها، بس لما بنمشي اصبعنا عبرها ما بيكون في عنا اي اشكال. الامكانيات الموجوده عندنا هون، عندنا نقدر نفتح النوتيفيكيشن بانل، فينا نفتح كل الشغلات اللي بدنا اياها، الدارك مود، عندنا كمان سكرين بروجكشن،
الوايرلس بس معناها للواير، معناته ما فينا نوصل الشريط فيه للتليفون، بس كل الامكانيات تاعته هون كتير منيحه، والكاميرات موجوده كتير حلوه، حبرجيكم كمان مصره بعد شوي. هلا هلا بنستعمل الكاميرا الاساسيه الموجوده ورا، وعم بستعمل الشاشه الورانيه انا هلا حتى اقدر اشوف حالي، رغم انه عم بستعمل الكاميرا الاساسيه ال 50 ميجا بكسل، عم نقدر نستعملها والصوت والصوره بيكون كتير منيح. حلاوه فيها هيدي انه معقوله اذا انا عم بسجل الفيديو فيني شوف شو عم بصير، واللي عم يتسجل الموجود اللي على الفيديو هو بيقدر يشوفوا حالهم ويتاكدوا انه بيضلوا يكون عليهم فوكس، بيضلوا بقلب الفريم، ما بيظهروا برات الصوره، وهيدي بتكون مصدره عن الصوت والصوره من الواوي اكس اس 2. أنا هلأ صار معي التليفون تقريبا شي شهر، الكاميرات عليه ماشيين كتير حلوين، بنقدر نستعمله بالنهار بالليل، الإمكانيات الموجودة فيه للتليفون رغم إنه معنا 5G برضو ماشي كتير منيح. الأب جاليري والبتل سيرش مثل ما بتعرفوا من التليفونات القديمة شفنا منهم شركة واوي، فيكم تنزلوا تقريبا كل التطبيقات اللي أنت بتكون إياها، وإذا منكم محتاجين يكون عندكم التطبيق تبع الجيميل والتطبيق تبع اليوتيوب موجود على التليفون، الكويك أبس لما بيفتحوهم بالبراوزر بيمشوا مثل كأنك عم تستعمله على التليفون، ما في أي إشكال. الكروم والجوجل مابس نيناتهم بيمشوا من غير أي إشكال، فيكم تستعملوهم، تعملوا النافيجيشن كله حيمشي مزبوط لعندكم. الشغلة الوحيدة اللي بقولها انه اذا انتم متعودين كتير يكون عندكم كل تطبيقات الجوجل وكل هالشغلات، حيكون في تأثير على الاستعمال للتليفون هذا، عشان هيك في فرق. بس اذا انتم مستعملين تليفونات الواوي من قبل مثل ما نزل هلا النوفا 10 والنوفا 10 برو، ما حيكون عندكم اي اشكال، وعم بيجدوها وعم بيزبطوا كل الشغلات فيه لهالتطبيق تبع الاب جاليري، حيمشي مزبوط. ألعاب عليه للتليفون شكلهم كتير منيح، الفيديو عليه للتليفون كتير كتير منيح، الصوت كتير منيح، الشاشة ما في مثلها. لما يكون التليفون عادي شكله مثل كأنه تليفون عادي، هيدا ما بيكون أي إشكال، عشان هيك عثمني أنا حطيت صورته هيك لقلكم أنه هيدا فولدبل، لأنه بالغطاء هيدا اللي موجود عندنا هون ما بيبين أنه هو فولدبل، لازم تفتحوا الغطاء تكبسوا الزر لتعملوها لتعطينا الشاشة الكبيرة، ومن غير هيك ما بيكون عندنا أي إشكال. ما عندي اي مشكله انا باستعمال التليفون من غير الجوجل بلاي سيرفيسز، فينا ننزل تطبيقات على طريقه تانية، بس باخر النهار هذا حيكون اختيار لكم انتم اللي تعرفوا اذا انتم هل مرتاحين فيه لهالشغله، وبدكم هالتليفون وبدكم تستعملوا كل الامكانيات الحلوه. الشغله كمان اللي انا ما اجاني شانس فرجيكم عليها للتليفون هون، لما بنستعمل التليفون المفتوح على الاخر هيدي الشغله ما بنشوفها بثلاث ارباع التليفونات الموجوده بالسوق. اذا بنفتح الابلكيشن هذا هون، خليني بس نزل الفيديو هون، في عنا تليفون السيستم هذا بيسموه اديتر، فيديو اديتر عادي مثل كأنه بتستعملوا الباور دايركتور ولا عم تستعملوا الكيناماستر، هيدول بيساعدنا نقدر نعمل الاديتنج كله للتليفون، من نعمل كاتس، نعمل ترانزيشن، نعمل سبيد، نغير كل اللي بدنا اياه، وبنعمله برودوسينج دغري منه للتليفون لنطلعه على اي ويب سايت بدنا اياه. هيدي شغله كتير مهمه خاصه اذا بتحبوا انتم تعملوا كل اغراضكم على التليفونات، اذا بدكم تسمعوا وتتفرجوا على الفيديوهات حيكون كتير منيح الصوت، بدكم تسمعوا موسيقى ما في اي اشكال. خبروني تحت قولوا لي شو رايكم فيه لهالتليفون الميت اكس اس 2 من شركه واوي، هل انتم عم تفكروا تجيبوا لهالتليفون ولا انتم معجبين بالفولدبل تليفونات اللي هلا موجوده بالسوق؟ يلا شكرا جزيلا على كل الناس اللي من اشتراك، انا طارق بشوفكم ان شاء الله بالفيديو جديد.